هذا وتشارك المرأة البحرينية النساء حول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي دشنت من أجله منظمة الأمم المتحدة للمرأة حملة باسم أنا جيل المساواة إعمال حقوق المرأة، وذلك دلالة على الاحترام العام والتقدير لإنجازات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. الثامن من مارس لم يكن يوما عاديا في ذاكرة الأيام، بل حمل بين سنواته ذكرى تقف وقفة إجلال وتقدير لإنجازات المرأة حول العالم على مختلف الأصعدة. إنه اليوم العالمي للمرأة الذي جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، وبدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم رسمياً في عام 1975 مع اختيار موضوع مختلفاً له لكل عام، وكان أول عنوان تم اختياره يدور حول الاحتفاء بالماضي والتخطيط للمستقبل. أما احتفالية هذا العام تركزت على موضوع أنا جيل المساواة أعمال حقوق المرأة. الاحتفال بهذا اليوم لم يقتصر فقط على المرأة، فقد شارك محرك البحث جوجل المرأة في يومها، حيث وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، تضم مجموعة من رسوم المندلة الورقية ثلاثية الأبعاد، كما نشر قائمة تضم قصصاً وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، من بينهن المهندسة العراقية زها حديد كواحدة من تلك النماذج التي يمكن للمتصفح سماع قصصهن. ويبقى اليوم العالمي للمرأة حكاية تسطرها المرأة على مر السنين، تؤرخ فيها أرقى قصص النجاح على مختلف الأصعدة.